معي مباشرة من رام الله مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح عبد الفتاح دولي. أستاذ عبد الفتاح، أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث، استكمالا لهذا الموضوع وناقشناه في الساعة الماضية مع دكتور جمال نزال. يعني ذكر وعرج على جملة من النقاط. بداية، ما يعني سبب هذا الانزعاج الفلسطيني؟ يتحدث عن انزعاج السلطة الفلسطينية، انزعاج فتح، والحديث بهذه النبرة تجاه الإيرانيين، ما الذي استجد الآن؟ لك التحية بداية وللمشاهدين الكرام. حقيقة الانزعاج عزيزي هو ليس فقط انزعاجا رسميا، وإنما هو إزعاجا للحالة الفلسطينية في ظرف حساس وفي ظرف مختلف يواجه فيه الشعب الفلسطيني آلة القتل والمذابح، المجزرة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة. وتكتشف يعني أن هناك أطرافا، جزء من سياستها وبرامجها العبث ونشر حالة من الفوضى في فلسطين كما يحدث في عديد المدن الفلسطينية، ومحاولة نشر فوضى أيضا في دول إقليمية كما الدولة الشقيقة والصديقة والقريبة والحامية والمناصرة للقضية الفلسطينية الأردن، والتي أيضا تتعرضت في الفترة الأخيرة إلى محاولات نشر الفوضى. هل يمكن أن نشير إلى تفاصيل على الأرض الفلسطينية إذا سمحت يعني سيد عبد الفتاح، وأنت تتحدث إلينا من رام الله؟ نعم، يعني نتحدث عن بعض الإشكالات والقضايا التي تحدث في شمال فلسطين كما طول كرم في الفترة الأخيرة حدث، وأن كانت في جنين واليوم نراها في الأردن. بالتالي نحن عندما نقف على هذه الأحداث في فلسطين ونكتشف ونحن لا نتحدث في ذلك كثيرا، وكنا نرغب دائما أن تدرك إيران أن التعامل في هذه القضية بهذه الطريقة الغير مقبولة والتي لا تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية والتي لا تخدم إلا الفوضى التي يريدها الاحتلال ليقول أن السلطة الفلسطينية ضعيفة وأن هناك مسلحين لا أحد يسيطر عليهم، وهؤلاء المسلحون رغم حالة النقاء والعنفوان التي يتحلى بها هؤلاء هم يتعرضون لعملية استغلال من قبل إيران أو من قبل أدوات إيران وحماس والجهاد الإسلامي، يتحملون مسؤولية كبيرة وهم من يتواصلون مع إيران بشكل مباشر ويستغلون عنفوان ورغبة الشباب. وفي كثير من الأحيان هذا الشاب الذي يرغب أن يحمل بندقية وأن يكون جزءا من حالة وطنية مشرفة غير هذا الشاب، هناك من لهم أجندات مختلفة ويعملون فقط من أجل بث الفوضى والخروج عن القانون. ولنا تجربة ليست ببعيدة في جنين عندما كان هناك أحد الأبطال الذي يمجد به زملائه الآخرون وكان أحد أهم المحرضين على الهجوم على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية قبل أيام، كلكم تابعتم، قام زملائه بإعدامه لأنه تبين أنه عميل. هذا الشخص هو كان أبرز المحرضين على السلطة الوطنية الفلسطينية. وبالتالي لماذا تقحم إيران نفسها في هكذا قضية من شأنها أن تخلق؟ إذا سمحت لي أيضا هنا أستاذ عبد الفتاح، يعني أيضا من باب الاستفهام والاستعلام، الآن عندما نتحدث نحن عن الضفة الغربية نتحدث عن سيطرة كاملة للسلطة الفلسطينية هناك، يعني أتحدث عن الشعب الفلسطيني في الضفة، والموضوع مغاير بالنسبة لقطاع غزة التي تسيطر عليها فصائل أخرى، ونتحدث هناك يعني عن حماس، مش هو موضوعنا. لكن هل تتحمل اليوم السلطة الفلسطينية مسؤولية الانقسام حتى داخل الضفة الغربية؟ لا، هو أنت تعرف قبل أن أجيب أين المفارقة. إيران التي تدعي أنها تدعم المقاومة بشكل كامل في قطاع غزة تبين للقاسي والداني أن إيران خذلت هذه المقاومة، بينما تصر هذه المقاومة على أن يحجوا حفاة إلى إيران. ما يتعلق بالضفة الفلسطينية، يعني نحن نتعامل مع الدم الفلسطيني أنه مقدس وأنه محرم، وحتى في حال الخروج عن القانون تعمل السلطة الوطنية بحرص كبير، ونتدخل نحن في فتح، لا نريد أن يراق دم فلسطيني حتى لو كان خارجا عن القانون، وإنما أن يحل ذلك الأمر من خلال القانون. ثم أن هناك من يحاول أن يستغل الحالة الوطنية، وأنا قلت لك هؤلاء أبطال وأنقياء وفيهم يعني هم صغار السن وليس لديهم تجربة ويعملون بعيدا عن حالة سياسية حاضنة، البندقية الغير مسيسة ضالة الطريق. وبالتالي هؤلاء الأنقياء نحن نتعامل بحرص. البعض يحاول أن يقول أن السلطة الوطنية الفلسطينية
تلاحق المقاتلين وتلاحق المناضلين، بينما طب جزء كبير من لماذا؟ هؤلاء المقاتلون ألا هم خارجون عن أليس هذا الحكومة. سؤالا مطروحا ولربما مشروعا أيضا يعني أستاذ عبد الفتاح دولي؟ يعني حين يتم توجيه هذه الاتهامات للسلطة الفلسطينية، لماذا توجه هذه الاتهامات ونجد أن السلطة الفلسطينية تتحدث ب يعني وحدة الصف الفلسطيني، بسيادة فلسطين، بالشروع بإجراءات نحو دولة فلسطينية، أيضا نرى الإجراءات المتعلقة بالاعتراف بفلسطين كدولة يعني كاملة العضوية في الأمم المتحدة. لماذا تخرج هذه الاتهامات للسلطة الفلسطينية؟ يا سيدي، نحن أصحاب مشروع وطني تحرري، ونتعامل بأخلاق، ونتعامل أننا مسؤولون عن مصالح شعبنا الفلسطيني، وأننا سنتحمل الكثير مقابل شعبنا الفلسطيني. من يحرض ضد السلطة الوطنية الفلسطينية أصحاب الأجندات الخارجة عن المصلحة الوطنية الفلسطينية، إيران التي تريد أن تحارب بالوكالة بأدوات غيرها وتنشر الفوضى في فلسطين وفي المنطقة، وأصحاب المشروع الإخواني صراحة، والمشروع التخويني والمشروع التشكيكي، الذين يرون في أنفسهم أنهم يجب أن يكونوا البديل ولو كان ذلك على حساب الدماء الفلسطينية. نحن لا نتعامل بهذه الطريقة، نحن أصحاب أخلاق، نحن ندرك تماما ونقول ونعلي الصوت دائما، الدم الفلسطيني على الفلسطيني حرام، لكن في كثير من الأحيان يستغل الآخرون هذا الكلام ويسهمون في نشر الفوضى، ولذلك نتعامل وتتعامل السلطة بحذر. صدقني لو يحصل ذلك في أي مكان في غزة، هل كانت تسمح حماس بذلك؟ قتلت أكثر من 700 فلسطيني حتى تحكم بالحديد والنار ولا يكون هناك فوضى. عندما يتعلق الأمر بالقانون في الضفة الفلسطينية، يقولون أن السلطة الفلسطينية تقمع الخارجين عن القانون، ولأن هذه السلطة بأخلاق تحاول أن تبذل قصارى جهدها أن تحل أي إشكال دون أن يراق دم فلسطيني واحد. لكن هناك ماكينات إعلامية، هناك أجندات، هناك عدد كبير من أصحاب هذه الأجندة الذين يعملون فقط من أجل شيطنة وتخوين السلطة الوطنية الفلسطينية وتحييد الاحتلال الذي هو التناقض الوحيد للشعب الفلسطيني. وبالتالي نحن نقول هذه أجندة مشبوهة. عندما تقوم بفعل فوضى، هذه الفوضى تخدم الاحتلال، نقول نعم هذه أجندة مشبوهة. عندما تسعى إلى نشر الفوضى في الأردن في وقت يسعى فيه الاحتلال لتهجير الشعب الفلسطيني ويريد أي فرصة لينكب على الشعب الفلسطيني ويدفع به صوب هجرة إلى الأردن التي وقفت موقفا حازما ودائما إلى جانب القضية، وتحديدا شكراً. في رفضها لقضية التهجير، تقول أن هناك أجندة مشبوهة. كل الأجندة تشير بشكل مباشر إلى إيران بكل أسف. إذن من رام الله مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح عبد الفتاح دولي، شكرا جزيلا.